هتتجوز أجمل بنات في أوروبا وهتعيش في أحسن مكان في العالم. مش بس كده، ده انت هتاخد مبلغ كبير جدا هدية ليك، ومرتب شهري وإقامة وشقة وكمان مهر أول ما هتتجوز. حرفيا هتحس إنك عايش في الجنة. يعني من الآخر، ده عرض ما يتفوتش ومناسب جدا لشباب كتير بتفكر إنها تسافر ولا تتجوز. بس لازم تسأل نفسك سؤال، إيه المقابل؟ هل كل ده ببلاش ولا في شروط صعبة هتعجزك؟ خلينا نشوف. شباب كتير حلمهم انهم يدخلوا عش الزوجية، بس في الزمن اللي احنا فيه ده الموضوع بقى صعب جدا وشبه مستحيل عند بعض الشباب. بس انا في الفيديو ده هقولك على عرض لا يمكن يترفض. هتتجوز عروسة زي القمر من اوروبا، وقصاد ده هتاخد فلوس وهتعيش ولا ملك زمانك. بس ده في بعض الدول، مش كل الدول عندها العرض ده، من ضمنهم دولة سان مارينو. مشكلة البلد دي ان عدد البنات عندهم اضعاف اضعاف اعداد الرجالة، علشان كده هتلاقي فيه نسبة العنوسة عالية جدا. طبعا ده خلى وزارة الخارجية هناك طلبت شباب من بره علشان يتجوزوا من بناتها، ومجرد ما يتجوزوهم هياخدوا اقامة وجنسية، وكمان هتاخد شقة ومكافأة كبيرة ومبلغ كل شهر علشان تعرف تصرف، يعني مش هتتغرم مليم واحد. ولو الموضوع داخل في دماغك وخلاص ناوي تتجوز من هناك، فانت لازم تقدم بعض الاوراق زي شهادة الميلاد واثبات الحالة الاجتماعية والمؤهل التعليمي بتاعك والسيرة الذاتية. طبعا في ناس ممكن تقول ايه اللي يخليني اتجوز من هناك واعيش في بلد محدش سمع عنها. خليني اقول لك بس ان سان مارينو رغم انها دولة مش معروفة، الا انها من الدول الغنية جدا جدا. وغير كده، انت لو رحت تعيش هناك حتى لو مش هتتجوز، فانت مش هتدفع ضرائب لان نظام الضرائب مش موجود هناك اصلا. كمان الحياة هناك رخيصة كتير، يعني هتقدر تعيش وتشتري كل اللي انت عايزه بأقل التكاليف. وغير كده، بقى الدولة دي من أحسن الدول السياحية اللي ممكن تسافر ليها. أما بقى بالنسبة لفيزا سان مارينو السياحية، فهي قيمتها 5 يورو للإقامة لمدة 90 يوم، والحد الأدنى للأجور فيها 4500 يورو، يعني ربع مليون جنيه تقريباً بالمصري. مش بس سان مارينو بتمنح فلوس وامتيازات لأي شاب بيتجوز من هناك، ده كمان الحكومة الكولومبية بتمنح الجنسية لأي شخص يتجوز من كولومبيا، بس ده بعد سنتين زواج. وعلى فكرة الدولة دي من بين 7 دول بتمنح العرب الجنسية وبتدفع ليهم فلوس للزواج والإنجاب، كمان بتمنح الإقامة والجنسية للوافدين بعد مرور 5 سنين من الإقامة في كولومبيا. كمان أيسلندا بتمنح أي شاب يتجوز من بناتها مبلغ 5000 دولار شهريا، وده لأن في نقص حاد في أعداد الذكور، علشان كده الدولة سمحت بزواج المهاجرين من الأيسلنديات. من ضمن الدول اللي بتسمح بزواج المهاجرين برضو هي البرتغال، ودي بتعاني من أزمة كبيرة لأن نسبة المواليد فيها أقل بكتير، وتيجي في المرتبة الثانية بعد إيطاليا. وطبعا أول ما هتتجوز من هناك هتاخد الجنسية والإقامة، طبعا العرض ما يتفوتش، بس غالبا لازم تكون شغال على نفسك ومعاك مؤهل كويس برضو. دلوقتي قلنا ممكن تسافر وتتجوز من سان مارينو؟